الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والناس هنا طبعا كلهم سودانيين وعارفين ده. راح أحكي لك قصة صغيرة كده بعد ذاك أخش لك في الموضوع. الواحد فيهم لو جاء حفلة والحفلة ما عجبته بعمل شنو؟ بتخارج صح؟ أجيت حفلة لقيت منمزك شغالة فهمت وفرفوري فرفر الأغنية ما عجبتك بتقول للفنان غيره ولا بتمشي تنوم؟ تمشي تنوم صاحبي شوف سيجارتك بوين وصفتك بوين ولا ما ياهو؟ أنا قاعد أكذب؟ ما في زول بيجي بوقف لفنان بيقول له اسمع الأغنية دي أوعك خليها الأغنية دي بتنفع قاعد تقوله كده؟ ما في ولا جا كتم معاهم جوا ولا مشى البيت نام فهمت؟ أنت يا أخونا جزاك الله خير جيت الحلقة دي الكلام ما عجبك صح؟ طوال خارج براحة بدون شكلة فهمت ولا تعمل جوطة ما عجبك انا جبرتك جريتك من اذانا قلت لك لا تعال هنا اقعد قلت لك كده ما قلت لك ولو مشيت ما بيسجل غياب فهمت ما عندنا الفة يعني امش ما افضل سالك لو الكلام عاجبك اقعد فهمت ما عاجبك اتخارج ده كله ما في ده قعدت هنا اسكت سايد الكلام احتمال تفهمه وانت ما دار تفهم فهمت انت ما دار تفهم صح كلام اخواننا واضح الكلام ده كله ملخص وكالاتي داير انك تمسك في الله وتفك عباد الله ده كل الموضوع الجوطه دي كلها خليها انا بقول لك امسك في الله خلق الله غير اي خليهم صالحين اي خليهم انت ابوك الشيخ خليه امسك في الله الخلق الشيخ انت كلام ده بزعل هنا يعني بتزعل انت من الكلام ده في زول نصيح بيزعل من الكلام ده انت والله قال لك كده الله قال وقال ربكم وانت لسه ربكم ما عارفه بتكورك سايد يعني فقال اشتغل عضلات وقال ربكم ادعوني تدعو منو تدعو الله صح الكلام ده صعب ولا كعب كلام ده صعب تسأل الله كلام ده صعب كعب ما بينفع معاك وقال ربكم ادعوني لو ما بينفع معاك انت ظل مرضان بس انت وقال ربكم ادعوني استجب لكم انت والله قال لسه القرآن ده أنا وكده أقرأه في ناس بيحرقصوا وناس بينططوا فهمت ده ما قرآن كريم فهمت الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فهمت والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون الله تبارك وتعالى مع إنه ديلك رسل وأفضل منك ولا ما أفضل منك وأفضل من أبوك الشيخ نيمتا الرسل عليهم الصلاة والسلام الله قال عن نوح عليه السلام قومه بعد ما طردوا الله قال قال ربي إني مغلوب فانتصر الله استجاب ولا ما استجاب الله قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر نيمتا والله تكلم عن الأنبياء الله قال وأيوب نيمتا قبل ما أقرأ لك الآية الصوفية قالوا في أيوب ده شنو قال وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا أنت أيوب الصوفية قالوا أيوب ما دعا الله أنت والله قال وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين الله قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر أنت الله استجاب دعاء أيوب لأنه أيوب دعا الله صوفيا قالوا لا أيوب دعانا نحن وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا كذب ولا ما كذب كذب صح ودارنا نخليك عشان انت زعلان هزعل سوي لك شنو يعني انت اسكريم بيرضيك يقول اسكريم انت ما تقعد تزعلان انا اقول لك الله قال وشيخك قال يا تقول لي كلام الله غلط انت والله كلام شيخك غلط الاثنين ما بيمشوا انت الله قال لك ناديني انا والشيخ قال لك ناديني انا انت بين اثنين تنادي الله مسلم ناديت غير الله كافر ولا على كيفك انت الدليل قال تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وانت لا يدي عارفه وين ولا بتصرخ سايد وانت خليك مع المدايح بتاعت ابوك الشيخ عوب سخنا خلاص جيبوا الفتة والعيش ذاته بقى عيشتين بجنيه فتة دي والله الا السوابة قرقوش انت كلامي هوس كلام فارغ انا بقول لك انبياء عليهم الصلاة والسلام افضل الخلق دعوا الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام انت
في غزوة بدر رفع يديه إلى الله تبارك وتعالى: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبدا، اللهم إن شئت لن تعبد في الأرض أبدا. أنت النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسأل الله وبيعلم الصحابة إنهم يدعو الله تبارك وتعالى: يا غلام إني معلمك كلمات، إذا سألت احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. ده الكلام اللي بغيظ الصوفية وبنقوله، انت بنقوله أسأل الله، ما بنسأل شيخ، شيخك ده ليه أنا أسأل الشيخ يعني؟ كده تعال أقنعنا بالإنجليزي كيمياء بالرياضيات، فهمت؟ تعال أقنعني يعني أنا أخلي الله، انت الله. عشان كده ربنا عز وجل قال ها عن أحد الأنبياء، فهمت؟ الله قال: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ نحن بنقول لك: أتدعون البرعي وتذرون أحسن الخالقين؟ طبعا نصيح، تدعو بشر، بشر في النهاية، بشر تدعو بشر وتخلي الله تبارك وتعالى، تدعو بشر وتخلي الله عز وجل، انت. عشان كده ربنا تبارك وتعالى قال: الله خير أما يشركون. الله أحسن ولا دين؟ الأحسن منه الله. الناس كلها بتقول الله، والناس كلها فرحانة ومبسوطة من كلام الله تبارك وتعالى ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الحق وإن رغمت أنوف. انت ديلك أنبياء، ديلك أفضل البشر، كانوا يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى. الله قال: وذنون، ده نبي من الأنبياء، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه، فنادى في الظلمات، انت جوا بطن الحوت، ده يونس عليه السلام، وجوا البحر، والكلام ده بالليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله قال شنو؟ الله قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. انت أنبياء قلت لك بدعوا الله عز وجل في الضيق وفي الشدة، يلجوا إلى الله تبارك وتعالى فينجيهم الله عز وجل. عشان كده الله قال: وكذلك ننجي المؤمنين. يعني انت لو خشيت في ضيق وفي شدة وفي كربة ودعيت ربنا تبارك وتعالى بإخلاص وتوكل، الله بنجيك. ولا عندك شك؟ عندك شك؟ ده بجاي بتاع الكلاك لده، انت الله يكلكل دروسك. قل لك نادر كانيك، ما بناديه، افتح بلاغ ابيت، نادر كانيك كالبر قرمش، ويش كده يفتح بيجيك سرعة خالص. انت يلف الغرقان، قال لو جيت دار تغرق وناديت الركاني يبقى له وينش، انت سحاب بمرقك طوالي كذا، تعال انا بغرقك، اقولك للركاني انت بغرقك، الصابونة بي الخلوة بتاعته غرقت موية ست ولا مكاني، كوركو للركاني ما عندك وينش قاعد بغادي انت، كورك لا خليه مرقك. صوفية الشيوخ يبقوا عيانين يسافروا برا السودان انت، والمانيا واسبانيا انت، دوري بتاع ابطال اوروبا بس، والله جد ده مشى اسبانيا برشلونة انت، ما عارف لقى ميسي ولا ما لقى، المهم فات بعدين وداك مشى المانيا انت، مشى ما عارف مين، المهم حاجات كده يونايتد ولا اسمه شنو انت، مشى هناك المانيا، قالوا عيانين، عيان انت قايل مشى ليه يعني؟ مشى يتفسح، عيان عنده مشكلة في بطنه في كرعينه في راسه، بيمشي المانيا وانت وقت عيان تمشي للشيخ وذاته يمشي المانيا كده، اشرح عليك كده، انت عيان، عيان تشيل قروشك توريت اليوم كلها لو سايق ركشه، قروش اليوم كلها لو بتبيع في السوق، المهم شغلك جد حق الاسبوع تلمه 500 600 جنيه توديها للشيخ، ابويا شيخ ما بتعي الا ذاتك، ابويا شيخ انت، وطبعا بكشف لك كده بالعين البايظه، ابويا شيخ انا عيان عندي مشكله في راسينا انت، يقول لك انا عيان، عيان الشيخ بيقول لك ايوه ايوه بديك عناي بعزم لك، والشيخ لما يبقى عيان يمشي اسبانيا، انت ما تقول له الشيخ تعال تعال انا بعزم لك برضو انت، انت ماشي ليه يعني؟ البرعي ده كان عنده حصوه طفش من هنا ليه ليه ليه, ليه مصر؟ ما كان ينادي شيوخ وكان يمشي للشيوخ بتاعينه يشفوا، ما قال الكباشي كم ادى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي، لحد ما قال الخلق سهل داول بسهل، لو عندك اسهال ده بداويك طوالي انت، انا بقول لك امشي اشتري فلاجيل اشتري في حلبه، المهم بتبقى كويس،
لكن انت مش ليه ده والله يمرق فيك كوليرا ولا مصيبه الزمان. مالك يا اخي مال البشر يا اخي مالك مالهم يا اخي. الله قال يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. تلجا للغني للقوي لله تبارك وتعالى. انت ده ما مكفيك ربنا عز وجل ما كفايه. بعد الكلام ده يقول لك لا نمشي للشيخ طير امش. انا ماري ومالك يا اخي امش. ما عندك مواصلات اتصرف امش امش. مش ماشي للشيخ امش. نحن الشيخ ما ماشي له ناشي له ربنا تبارك وتعالى. له الاسماء الحسنى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز المؤمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يصفون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا تبارك وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده وهو شديد وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. أمسك في ربنا تبارك وتعالى. دي العباد يا أخي دي العباد. الله قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. انت بعد يا ربنا تبارك وتعالى قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ان تدعوهم لو ناديتم الله قال لا يسمعوا دعاءكم. كورك يا امين كلهم. ما الله قال لك لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عشان كده ربنا تبارك وتعالى قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت لا يموت تبارك وتعالى. الله بموت هو الحي القيوم الذي لا يموت ربنا تبارك وتعالى. أما البشر بموتوا لأنه أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل قال له إنك ميت وإنهم ميتون. عشان كده أبو بكر الصديق لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تمسك في الله يا أخي. مالك أنت مالك ليه ليه يعني ليه. أمسك في ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلقك. ربنا قال فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الله قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. شوف لك البتاعك. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ده ربنا تبارك وتعالى. ده الله عز وجل. تشكر ربنا عز وجل على النعم وتعبد ربنا تبارك وتعالى الذي أطعمك والذي خلقك والذي يميتك ويحييك ربنا عز وجل. ولا تعبد لك بشر ضعفاء مخلوقين انت وماتوا ويبعثوا يوم القيامة. والله عز وجل بيسألك يوم القيامة ويوم يحشرهم وما يعبدون إلا الله ويعبدون من دون الله. الله قال ويوم يحشرهم جميعا ها فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وين. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انت امسك في ربنا تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ان شاء الله عز وجل نلتقي في يوم اخر. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.